السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عبد الحكيم؟ بخير والحمد لله. من فضلك أعطني كيلو دقيق. أها، انتظرني لحظة واحدة من فضلك حتى أضبط الميزان كي تأخذ حقك كاملا غير منقوص. تفضل، هذا كيلو دقيق. جزاك الله خيرا، عهدناك دائما تاجرا أمينا، ولست كهؤلاء الذين ينقصون الكيل والميزان. الويل له. كيف حالك يا عبد الحكيم؟ بخير والحمد لله. أين أنت يا أبا عمر؟ لم أرك في المسجد منذ أيام. لقد كنت مشغولا في جمع محصول الذرة، وقد كنت أصلي في المسجد القريب من الحقل يا عبد الحكيم، وكان المحصول وفيرا هذا العام والحمد لله. وهل ستبيعه كله هذا العام أم ستحتفظ ببعضه؟ سأحتفظ ببعضه وأبيع بقية المحصول كي أشتري مكانه قمحا. أنا لم أزرع قمحا هذا العام، وأنت تعلم أننا لا نستغني عن القمح في خبزنا. ومتى ستذهب إلى السوق لتبيع المحصول؟ غدا إن شاء الله. سأذهب معك لأنني أريد شراء بعض الأشياء من السوق. هذا أمر يسعدني. أريد 3 كيلو برتقال. ها هو أفضل برتقال لأفضل زبون. هذا وهذا وهذا وهذا. ها؟ تفضل 3 كيلو برتقال. يا رجل أعطي الناس حقوقهم، كفة البرتقال لم ترجح بعد. هل تشك في أمانتي؟ لترى بنفسك، ها هي كفة البرتقال لم ترجح بعد. هذا تطفيف. وفر نصائحك لنفسك، ليس لدي برتقال لأبيعه لك. الموز الرائع. أريد 3 كيلو موز من فضلك. موزي موز بلدي رائع. تفضل يا سيدي 3 كيلو موز. ما هذا يا عبد الحكيم؟ أرى أن الكمية هذه المرة قليلة ولا تزن 3 كيلوغرامات. ها؟ ما هذا أيها التاجر؟ لماذا تختلف هذه الكفة عن أختها؟ أرى أنها ثقيلة والأخرى أخف منها. وما شأنك أنت؟ هل تريد أن تشتري موزاً أو تريد أن تتدخل في حياتي؟ ما تفعله هذا أيها التاجر هو نوع من تطفيف الميزان، والويل لمن يطففون الميزان. أتتهمني في أمانتي يا رجل؟ اذهب من أمامي وإلا ناديت أولادي كي يضربوك حتى تفيق إلى وعيك. يا رجل قلت لك أعطني المال، فأنا لن أشتري منك شيئاً. هذا يشكو هو الآخر. لنعرف ما شكواه، هيا. قل لي لماذا يرتفع صوتك هكذا يا أخي؟ يا عبد الحكيم طلبت من هذا التاجر كيلو بطاطس، وبعد أن وزنها لي ظن أنني غافل عنه، وأخذ واحدة من الميزان ووضعها في القفص، فرفضت الشراء منه. إنا لله وإنا إليه راجعون. هل وعدنا هذا اليوم بالمطففين على اختلاف أساليبهم؟ أيها التاجر أعطي الرجل حقه ولا تكن من المطففين. ليس له عندي لا مال ولا بطاطس. لا تجمع بين جريمتين وأعطي الرجل ماله. هذا ما دفعته لي، ولا أريد أن أرى وجهك مرة ثانية. هيا. هبة القمح عندي تساوي وزنها ذهبا. هيا يا من تطلب القمح النظيف تعال إلي. هيا يا من تريد أن تبيع الذرة بأفضل الأثمان. هيا هيا يا أبا عمر لتبيع محصولك، فقد ضاق صدري بما رأيته هذا اليوم. وأنا كذلك يا عبد الحكيم، تعال نذهب لهذا التاجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي ذرة أريد بيعها وشراء قمح بدلا منها.
هات ما معك. تريد مثلها قمحا؟ نعم. ما هذا الذي تفعله أيها التاجر؟ أفعل ما تراه. ما أراه أنك تضع حبوبا زائدة فوق مكيال الذرة الذي أخذته من أبي عمر، وعندما أعطيته القمح بدلا منه لم تملأ المكيال إلى نهايته. أيها الرجل، ليس لدي وقت لكي أضيعه معك. هل أكمل أن تأخذ الذرة مرة ثانية؟ نعم تكمل، ولكن دون تطفيف في هذا الكيل. ماذا تقول؟ أقول إن ما تفعله الآن تطفيف في الكيل، والمطففون لهم الويل كما أخبرنا الله تعالى في قوله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وأنت الآن تعرض نفسك لهذا العذاب حينما تأخذ من الناس بضاعتهم بالزيادة وتعطيهم حقهم بالنقصان. أخفض صوتك يا رجل، هل تريد فضيحتي وسط التجار؟ أتخاف فضيحة الدنيا ولا تخاف فضيحة الآخرة؟ فقد توعد الله المطففين بعذاب شديد يوم القيامة. أليس من الأفضل لك أن تعمل بقوله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا؟ والقسطاس المأمور به في الآية هو الميزان والعدل الذي لا اعوجاج فيه. أيها التاجر، أتريد أنت وأمثالك ممن يطففون الكيل والميزان أن ينزل بكم من العذاب ما نزل بقوم شعيب؟ وماذا نزل بقوم شعيب أيها الرجل؟ فقد أشرك قوم شعيب بالله، وكانوا يعيشون في رغد من العيش، ولكنهم كانوا يطففون الكيل والميزان فأهلكهم الله، ولم ينجوا منهم إلا الذين آمنوا بالله واستمعوا إلى نصح شعيب عليه السلام وامتنعوا عن جريمة التطفيف في الكيل والميزان. وقد سمعت في خطبة الجمعة أن المطففين يقفون حتى إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف آذانهم. وقد قال القائل: الويل ثم الويل لمن يبيع بحبة ينقصها جنة عرضها السماوات والأرض، ويشتري بحبة يزيدها واديا في جهنم يذيب جبال الدنيا وما فيها. ما هذا؟ أكل هذا العذاب ينتظرني؟ لقد كنت في غفلة عظيمة. اللهم تب علي، اللهم عفوك وغفرانك، من الآن لن أنسى قوله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وأسأل الله العظيم أن يعينني على رد المظالم إلى أهلها حتى لا أعذب في جهنم بسبب جريمة التطفيف. تقبل الله توبتك وبارك لك فيما ستجمعه من أموال حلال. جزاكما الله عني خيرا. Bye-bye.